Hello everybody, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي وطلابي طلاب جريد 1، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وبحيي المامز والدادز اللي بيتابعونا على قناتنا المتقاطعة قناة دروس رياضيات ماس اونلاين. النهارده ان شاء الله باذن الله هنستكمل كورس الماس الخاص بجريد 1 Lessons 84 and 85 Problem Solving Strategies on Addition. طبعا هناخد ايه؟ طبعا مسائل كلامية على الاديشن او الجمع. طب تمام يا مستر، في حاجتين مهمين بتنوه عليهم كل حصه. اول حاجه يا ريت كل الناس تشترك في جروب التليجرام، سايبهم تكون في صندوق الوصل، لان انا هو ده اللي هكمل معانا في جريد 1 جريد 2 جريد 3. هنزل كل الحلقات فيه ان شاء الله، وهكون معاكم خطوه بخطوه حتى اولادنا يبقوا متميزين جدا جدا في الماث. طب تمام يا مستر، تاني حاجه وحاجه مهمه جدا جدا، ان انت بتحيي دايما حبايبك الشطار المتميزين جدا جدا اللي بيتابعوك وبيذاكروا دروسهم اول باول، عشان المستر بيحبهم جدا جدا جدا، وبقول لهم ان انا بحبكم جدا جدا، واساميكم هتفضل موجوده على القناه، مش هتتمسح لحد ما تكبروا وتبقوا ضباط وتبقوا مهندسين وتبقوا دكاتره كبار، وتفتكروا المستر وليد ان هو كان بيقول اساميكم وانتم صغيرين. يبقى بكل بساطه احنا كل الهدف ان انا بقول اسامي الاولاد ان انا اشجعهم عشان يستمروا ويحبوا ماده المات ويحبوا يذاكروا. يعني ابنك لما يسمع الدرس لازم تذاكر له الدرس عشان يبقى متحمس جدا ان هو يذاكر الدرس لان سمع اسمه. تمام، تعال نبدأ كده ونحيي طلاب الجمال جدا جدا. بحيي الدكتور براء، الدكتور البراء، والمهندسة مريم، والدكتور مالك أحمد خالد، والدكتور معاذ أحمد خالد، والدكتورة فاطمة، وحضرة الضابط عمر، والدكتور يوسف، والدكتور إياد وليد، والدكتورة سندس أمير، والدكتورة تاليا، والدكتور خالد عمر، الدكتورة رودينا محمد السيد، والدكتور يوسف جرجس، والدكتور سيف السيد، ودكتورة جودي، والمهندسة آية عبد الظاهر، والدكتورة رزان أحمد طبعا، والدكتورة ليليان، والمهندس حمزة، وكل حبايب الشطار اللي بيتابعونا على قناة دروس رياضيات ماس أونلاين. الناس اللي ما سمعتش اسمها يا ريت تكتب لها اسمها في التعليقات عشان نشجع أولادنا إن شاء الله ونبدأ اللسون بتاعنا. درس النهاردة بيجيب لي طبعا بيجيب لي مسألة كلامية، وحبايب الشطار بيحاولوا يحلوا المسألة، شوفوا هل هنعمل اديشن، هنعمل سبتراكشن ولا إيه. تعالى كده، المسائل عند المسائل مقسمة لـ 3 بارتس، ثلاث أجزاء. أول حاجة A problem solving strategy number one. هنا بيجيب لك البروبلم جاهزه، المش اول المساله جاهزه، مفيش مشكله. بتبدا تشوف انت مثلا هتعمل بلس ولا ماينس. تمام، بيقول لي two children ride bicycles، في two children راكبين عجل. four children join them، يعني في four جم معاهم. طب حبايبي الشطار، لو سالتك how many children are riding bicycles now، طب هنا لو سالتك كلهم على بعض على كده بقيوا كام، انت بتقول لي يا مستر هنا كان معايا two وبعد كده جم معاهم 4، بقيوا كده كلهم على بعض ايه؟ 6. يبقى كله على بعضه بقي 6، في 2 وبعد كده جم عليهم ايه؟ 4. يبقى كده لو عملنا بلس النمبر كله هيكون كام؟ هيكون 6. ودي طبعا بتكون مسائل سهله وبسيطه ومباشره. طب تمام، problem solving strategy number 2. Sarah has 7 flowers، واحده اسمها ساره معاها 7 flowers. او علم ابنك كلمه هاز، هاف، اول ما يشوفها بعد الاسم يعرف ان دي يملك او عندهم. Sarah has 7 flowers، معاها 7 flowers، سبع زهور او سبع وردات. Her mother gave her، امها اديتها كام؟ some extra flowers، اديتها كمان ورود زياده، يعني مامتها اديتها. Now Sarah has 11 flowers، دلوقتي now ساره، كلمه now دي هقول لك هتعبر عن حاجه، دايما خلي كراسه جنبك لان المسائل الكلاميه في بعض الكلمات المهمه هخليك تكتبها عشان ابنك يعرف. Now Sarah has 11 flowers، ساره دلوقتي معاها 11، بس انا ما اعرفش مامتها اديتها كام. How many flowers did her mother give her؟ أمها اديتها كام؟ أنا أسأل نفسي، هقول هي سارة دلوقتي كان معاها 7، مامتها اديتها حاجة أنا ما أعرفهاش، نعملها مثلا علامة استفهام، تمام؟ وبعد كده بقيوا كام؟ بقيوا 11. طيب حبايبي الشطار، أخدنا حاجة زمان في الميسنج نمبر، في العدد المفقود، وقلنا لما أجيب لك حد غايب يا مستر، الناس اللي كانت متابعة معايا من الأول، ناخد السمول نمبر نحطه في المايند ونبدأ أكاونت لحد لما نوصل للبيج نمبر ونشوف طلع معايا على الفينجرز كام. After 7 8 9 10 11 طلع معايا على الفينجرز كام؟ 4. يبقى الميسنج نمبر كده كام؟ 4. يبقى مامتها إديتها 4. تمام. أجين هنا في الميسج نمبر حبايبي الشطار، لما يكون حد غايب بنبدا نعد من الصغير لحد ما نوصل للكبير، واللي يطلع على صوابعي اكتبه. هنا 7 في دماغي، وبعد 7 8 9 10 11 طلع 4 على الفينجرز، يبقى في الحاله دي احنا دي الغايب ده 4. تمام يا مستر، خطوه خطوه هنفهم كل حاجه حبايبي الشطار، ويلا نكمل. طبعا هنا problem solving strategy number 3، هنشوف نمبر 3. بيقول لك سامي هاز 8 بوكس، سامح هاز احنا قلنا اتفقنا معناه معاه او يملك او عنده 8 بوكس. هاز تيتشر، استاذه، جيف هيم سام اكسترا بوكس،
اول ما تشوف سام اكسترا بوكس يعني حاجه اضافيه، اعرف ان هيستخدم الطريقه اللي احنا اتعلمناها دلوقتي، هيقول 8 بلس كام هيدينا 15. تمام تمام اول ما نشوف كلمه اكسترا. تمام طيب انا عايز اعرف how many بوكس ديد هيز تيشر جيف هيم، استاذه اداله كام؟ ده الميسنج نمبر يا مستر. تمام هشوف هنا اللي اسمه نمبر 8 افتر 8 حتى نوصل مين 15 افتر 8 9 10 11 12 13 14 15 طلع معايا على الفينجرز 7 يبقى اكيد هيز تيشر اداله كام 7 بوكس 7 ايه بوكس. تمام حبايبي الشطار طبعا بكل بساطه تطلع ال 7. تمام يبقى بكل بساطه الميسنج نمبر ابنك بيشوف العدد الغايب وهيجي يكتب ويقول له هيز تيشر جيف هيم طبعا 7 بوكس. اوكي اوكي طبعا طريقه الكتاب هنا حول البلس خلاها ماينس مفيش مشكله، يعني خلى ال 15 ماينس 8 وبعد كده ايه جاب الناتج مفيش مشكله. تمام يعني ده هيبقى ماينس ده اول ما يكون في ميسج، فانا مش عايز ادخل ابنك في الحته دي لان هيتلخبط فيها، اهم حاجه يعرف الميسج نمبر. خلاص في ميسج نمبر يبقى الصغير في دماغي واعد لحد ما اوصل الكبير، واللي يطلع معايا هكتبه مكان الميسج نمبر واقول ان هو ده النمبر اللي انت عايزه. تمام تمام تعال نبدا كده نحل الاكسرسايز بتاعتنا بروبلم سولفنج استراتيجيز اون اديشن. Ali has 6 pens. He bought some extra pens. اهو كلمة extra. بس انا بعد كده بيقول لي how many pens did Ali buy؟ يعني في الاخر قال لي علي اشترى قد ايه؟ الاكسترا دول كانوا كام؟ يبقى علي كان معاه 6. The number of pens with Ali become 17. علي بقي معاه 17. طب هو اشترى كام؟ ما اعرفش. How many pens did Ali buy؟ اشترى كام؟ يبقى هقول 6 plus كام؟ يدينا ايه 17. اجيب الميسنج نمبر يبقى هنا الميسنج نمبر كام؟ طبعا انا المفروض هو يقول 17 ماينس 6 ايكوالز كذا مفيش مشكله، بس انا عايز اعلم ابنك بالميسنج نمبر عشان برضو حته ان هو يحول هيبقى بالنسبه له مشكله. 6 بلس كام 17؟ اقول له 6 في المايند، احط 6 في المايند وابدا اعد لحد ما اوصل 17. افتر 6 طبعا 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 طلع معايا 11، يبقى الميسنج نمبر هنا 11، يبقى اللي اشتراهم علي هيكونوا 11 بنز. طب يا مستر انا عايز اعملها بالطريقه الثانيه. عادي ابنك يحول الاديشن يحوله سبتراكشن، يقول 17 ماينس 6 ايكوالز برضو 11. تمام تمام يعني حولنا البلس الماينس كده. انا علمتك بتاعت الميسنج نمبر ياخد يعدي من 6 لحد ما يوصل لل 17 او يحول البلس الايه للماينس. هنا there are 14 children playing football. في 14 children ايه بيلعبوا فوتبول. some children joined them. وفي كمان جم عليهم ايه بعض ال children جم معاهم يعني، بس انا ما اعرفش كام. the number of children became طبعا ايه 19 بقيوا 19. طبعا هنا يا مستر خلاص how many children did join them؟ خلاص يا مستر هم كانوا 14 تمام، في ناس جت معاهم ما اعرفش هم مين، بس بقيوا 19. تمام خلاص انا عايز اللي جم، يبقى في الحاجه في الحاله دي اللي جم ده اللي بره احول لبلس الماينس 14، يبقى 19 ماينس 14 9 ماينس 4 ايكوالز 5 و1 ماينس 1 ايكوالز 0 يبقى جم عليهم 5. تمام تمام حبايب الشطار. هنا بيقول لي ساندي بيكت 6 كب كيكس، يعني خدت ايه 6 كب كيكس. شي بيكت مور كب كيكس اند فاينلي she had 14 cupcakes، يعني هي معاها 14. خلاص how many more طبعا cupcakes did Sandy bake؟ طب ما فيش مشاكل يا مستر، هقول 6 بلس كام هيدينا 14. بعد كده ابنك يعمل ايه؟ يحول البلس الماينس، هيقول 14 ماينس 6 واللي يطلع معاه. يلا after 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يبقى طلع معايا مستر 8، يبقى الريزلت بتاعتي هتكون ايه؟ 8. تمام يا رب تكون فهمناها كويس جدا جدا، يلا نكمل عشان نفهم اكتر. هنا حبايبي الشطار بيقول لي ادم هاز، برضو ادم هاز 9 يلو فيش. هي ادد سام ريد فيش such that the total number of the fish became 13. تمام طب خلاص هو دلوقتي كان معانا 9 وبقي 13. خلاص يا مستر يبقى 9 بلس كام هيدينا 13؟ طب تمام احنا قلنا لما يكون في ميسج نمبر في البلس ممكن نحولها لماينس، يبقى 13 ماينس 9 equals after 9 10 11 12 13 14 يبقى كده 4، يبقى 4 fish. تمام الريد فيش هيكون ايه 4. نفس الفكره هنا حبايبي الشطار، a team scored 13 goals in the first round and scored some goals in the second round. The total goals in the two rounds 19. هنا عايز how many goals did this team score in the second round؟ يبقى في الحاله دي برضه هقول 13 plus كام هيدينا 19، واحول البلس الايه الماينس حبايبي شطار. يبقى انا عايز ابنك يعرف ايه،
يعرف ان لما يكون في ميسنج نمبر في البلس ممكن احولها لماينس، البيج نمبر ماينس السمول نمبر، واجيب الريزلت بتاعتي. يبقى في الحاله دي 19 ماينس 13 ايكوالز 6. تمام حبايبي الشطار، يا رب تكون فهمنا. طب يا مستر احنا مش ممكن نعمل ماينس على طول؟ عادي مفيش مشكله، يعني ابدا ممكن يستغنى عن الجزء الاول ده مفيش مشاكل ويعمل ماينس على طول زي ما هنعمل دلوقتي. There are two flocks of sheep. One contains eight sheep and the total number of sheep in the two flocks is 17. تمام، هاومي طبعا نفس الفكره هي هي حبايب الشطار، هيقول 8 بلس كام ايكوالز 17. في الحاله دي انا ممكن اعملها ماينس على طول، 17 ماينس 8 equals 9 equals a 9. تمام، يعني ممكن يحل دايما على طول. احمد has 13 stamps. He had a friends gave him some more. صاحبه اداله more stamps. Now he has 18. يعني دلوقتي هو معاه 18. How many stamps did احمد friend give him؟ طب انا عايز اعرف هو اداله كام. ممكن حبايبي الشطار نعملها مباشر، هقول 18 minus 13 على طول equals 5. After 13 14 15 16 17 18 طلع معايا على الفينجرز 5. تمام، يبقى مش شرط ان انا اعمل بلس وبعد كده احول، لا خلاص ممكن اعمل ماينس على طول. تمام، in a class there are 12 boys. الكلاس فيه 12 boys. If the total number of boys and girls، البويز والجيرلز كلهم 20، يبقى معانا 12 boys والبويز كلهم 20. انا عايز اعرف how many girls are in this class، يبقى عايز اعرف الفصل ده فيه كام في الجيرلز، الجيرلز كام. قال لي خلاص مفيش مشكله، هقول 20 البيج نمبر ماينس السمول نمبر ماينس 12. 20 ماينس 12 خد السمول نمبر في المايند، افتر 12 13 14 15 16 17 18 19 20، يبقى طلع معايا على الفينجرز 8 يا مستر، يبقى الجيرلز 8. تمام، ان وان داي في يوم باسم ريد 7 بيجز اوف ا بوك. قرا 7 ايه بيجز اوف ا بوك، يعني قرا 7 صفح من كتاب. ان ذا نيكست داي هي ريد سام بيجز ان ذا بوك ان سيم بوك. طبعا هو قرا زياده بعد كده في اليوم التالي بس ما اعرفش كام. if the total total يعني هنا ايه كله على بعضه، here he read is 18 pages. تمام، يبقى في الحاله دي هقول ايه حبايبي الشطار، هقول 18 لو عايز اعرف how many pages did he read in the second day. 18 minus 7، وطبعا ابنك يعمل ماينس عادي، 8 minus 7 equals 1، وال1 ما حدش قصاده يكتبه يبقى كده equals 11. ممكن يعمل كيعد من ال 7 لحد ما يوصل 18 هيطلع معاه برضه 11. تمام، دي طريقة بسيطة اللي كنا بنحل بيها. طبعا ابنك ممكن يعملها مباشر بالشكل ده، ممكن يعملها بالطريقة دي وبعد كده يحولها مفيش مشكلة. وعلم ابنك قول له لما يكون في ميسنج نمبر في البلس، في البلس بحول العملية من كانت بلس خليها ماينس. يعني هنا لو قلت لك هنا 9 بلس وات ايكوالز 13، حولها ايه؟ خليها 13 ماينس 9 ايكوالز يدي لك 4، يبقى ده هيطلع معاك 4. تمام، يا رب الناس تكون فهمت كويس. والله نكمل باقي الاكسرسايز بتاعي هنا حبايبي شطار. سيركل ذا كوريكت انسر، هنا الميسنج نمبر اهو غايب. قال لي يا مستر قدامك طريقين، انا اتفقنا قدامه طريقين، يا اما اعمل كاونت 200 لحد ما اوصل لل 15، يا اعمل ماينس احول لبلس الماينس، يعني هتبقى 15 ماينس 10 يديك اللي بعدين. تمام، 5 ماينس 0 5، 1 ماينس 1 0 مش هكتبه، يبقى الريزلت بتاعتي هتكون كام؟ 5. تمام، يبقى علم ابنك لما يكون عندك في مشكله في البلس او حتى غايب في البلس حولها لماينس. يبقى اقول ايه؟ بص دي وات ذا نمبر بلس 7 ايكوالز 17، هقول اعكسها بقى، هقول 17 ماينس 7 ايكوالز كام؟ 7 ماينس 7 ايكوالز 0، وال1 ما حدش قصاده يبقى بقيت 10. تمام، بعد كده 12 خلي 12 ماينس 5، يلا هحولها لماينس، 12 ماينس 5، 12 ماينس 5 ايكوالز كام حبايبي الشطار؟ ايكوالز 7. طبعا هيعد ابنك من الفاف لحد ما وصل 12 ايكوالز 7، يبقى ناخد ال 7. تمام، هنا 13 بلس وات ايكوالز 15، هحولها لماينس، يبقى 15 ماينس 13 ايكوالز 2. تمام، يبقى هناخد 2. بعد كده 14 بلس وات 18 برضه هحولها لماينس، احنا اتفقنا لما يكون حد غايب في البلس بحوله ايه؟ هنا 18 ماينس 14 طبعا ايكوالز 4. تمام، يبقى هناخد 4. هنا وات ذا نمبر ميسنج نمبر، هنا في طبعا وات ذا نمبر بلس 15 ايكوالز 20، هقول 20 ماينس 15 equals 5. يا رب يكون في منها كويس. قول لابنك الميسنج نمبر في البلس يتحول لماينس، البيج نمبر ماينس سمول نمبر. برضه هنا نفس الفكره حبايبي الشطار، هقول 18 ماينس 15 هيطلع معايا كده طبعا 3، سوري 3. تمام، هنا وات ذا نمبر بلس 7 ايكوالز 11، خلاص احنا فهمنا الطريقه، فهضطر انا احل دول وهسيب لي حبايبي الشطار دول هوم وورك. تمام، هنا 13 بلس طبعا وات ذا نمبر بلس 7 ايكوالز 11 طبعا هنا 4، هنا 13 بلس وات ايكوالز 19 هنا 6، هنا وات ذا نمبر بلس 5 ايكوالز 12 هنا 7، هنا طبعا حبايبي الشطار هيبقى 9، هنا حبايبي الشطار هيبقى 10، هنا حبايبي الشطار هيبقى 9. وهتكملوا دول حبايبي الشطار لوحديكم لانها اصبحت سهله جدا بكل بساطه. هنا بلس في حد غايب في البلس يا مستر، يبقى ماينس 12
12 minus 6 equals 6، يبقى هنا في 6. تمام؟ تمام يا رب تكون فهمناها كويس جدا جدا جدا. اشوفكم على خير حبايبي الشطار ان شاء الله، وباذن الله هنبقى متميزين جدا جدا في المات، واكون معاكم خطوه خطوه. انا مستر وليد، بس ما ننساش نكتب اسامينا ونشترك في جروب التليجرام. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.